باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هحاول بنعمه ربنا النهارده وبكره وكام يوم اتكلم على موضوع الفرح، بس هتناوله من صوره احنا ليه ما بنفرحش زي ما المفروض نكون فرحانين. وكل يوم كده هقول لكم على سبب من اسباب عدم الفرح. السبب الاولاني على طول هو الخطيه. الخطيه كانت غريبة على الإنسان، والشر ما كانش مكون من مكوناته، لكن لما الإنسان خرج بره دايرة ربنا وقع في الشر ووقع في الخطية. تعالوا نشوفوا الخطية بتعمل إيه في الإنسان. أول حاجة بتدخل جواه إحساس الخوف، والخوف والفرح مش ممكن يتقابلوا. علشان كده أول كلمة قالها آدم بعد السقوط: سمعت صوتك فخشيت. دخلوا الخوف. يبقى أول حاجة الخوف، والخايف عمره ما يفرح. اتنين، حاجة اسمها الخزي. قال له: لأني عريان فاختبأت. الخطية خلتني خزيان، بينت لي قد إيه أنا ضعيف، بينت لي قد إيه شهواني، بينت لي قبحي. فأنا بسبب الخطية الحقيقة بقيت خزيان، ودايما الخزيان واللي عامل عاملة كده الحقيقة برضو ما يبقاش أبدا ممكن فرحان. الخطية عملت كمان في حاجة تالتة، غيرت اسمي من ابن حبيب لعبد، عبد تعبان في عبوديته، لأن الابن الضال كان متمتع بأبوة أبوه، ولما خرج وراح لمزرعة الخنازير ما كانش عارف يملى بطنه حتى بالخرنوب. خرنوب ده حاجة كده عاملة زي الخروب بس طويلة شوية، ملهاش أي طعم. الخنازير ممكن تاكلها، لكن انت ما تقدرش تاكل الزبالة. هي دي اللي بتعمله الخطية فيا. الخطية كمان بتنشئ جواي احساس بالألم، ان انا عارف ان انا ممكن اكون مزيف. ليا اسم كاهن، ليا اسم خادم، ليا اسم شماس، لكن في خطية برعاها جوه قلبي ضعيف قدامها، وعلشان كده انا مكسور. وارجع واقول لك المكسور عمره ما كان فرحان. حاجة أخيرة عاوز أختم بيها، الخطية بتعمل فيا إيه؟ آية قالها ربنا في سفر أشعياء على لسانه، قال كده: أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم. يعني الخطية بتخليني في حالة من حالات الخصومة مع ربنا. مش عايز أطول عليكم، لكن فعلا الخطية بتعمل فيا كده وتفقدني سلامي. طب الحل إيه بقى؟ قوم وتوب. وانت بتقول النهاردة: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، قولها من قلبك وقول كده: خطياتي امامي في كل حين. واذكر اسم اكتر خطية زلاك كسراك تعباك في صلاتك النهاردة بالاسم. اوعى تخجل منك انت تقول اسمها، واطلب معونة ربنا وقول له: بطلب منك يا رب ان انا اعتذر لك علشان انت كمان احس ببركة حياتك. سامحني يا رب وصالحني يا رب، ده انت ابويا ومليش غير حضنك، مهما بعدت ومهما قسيت انا مرجعي لحضنك لان معرفش غيرك. انت حنين وانا خاطي، من فضلك يا ربي سامحني. صباح الخير، صباح الفرح.